السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم مادة الرياضيات للصف الثالث ابتدائي. راح أشرح موضوع قراءة العدد وكتابته، يعني راح نعرف شلون نقرأ العدد ونكتبه. راح يكون الشرح في هذه الملزمة اللي هي ملزمة الرياضيات للصف الثالث ابتدائي، اللي بيها شرح مبسط وخطوات بسيطة. هنا عندنا صفحة 12 بالملزمة، قراءة العدد وكتابته. كيف نقرأ ونكتب العدد؟ عند قراءة وكتابة العدد نبدأ من الألوف، ثم المئات، ثم الآحاد، ثم العشرات. زين، احنا عندنا عدد، نعرف مراتب العدد. أول مرتبة هي مرتبة الآحاد، ثاني مرتبة العشرات، ثالث مرتبة المئات، ورابع مرتبة الألوف. فأنا من أريد أقرأ العدد، أول شيء أبدي من مرتبة الألوف اللي هي هذه آخر مرتبة، أبدأ من مرتبة الألوف، ثم المئات، ثم الآحاد، ثم العشرات. شلون راح أقرأ؟ راح أقول ألفان. ألفان منين بديت؟ من مرتبة الألوف. أقول ألفان وسبعمائة وواحد وخمسون. ألفان وسبعمائة وواحد وخمسون. بمن بديت؟ بديت من مرتبة الألوف اللي هي آخر مرتبة. هنا نقول ألفان، هاي ألفان وسبعمائة، هنا عندنا بالمئات سبعة يعني سبعمائة، وواحد هنا الآحاد واحد، وآخر شيء العشرات خمسة، راح أقول وخمسون. ألفان وسبعمائة وواحد وخمسون، ألفان وسبعمائة وواحد وخمسون. صار واضح؟ هذه طريقة قراءة العدد، أبدأ من مرتبة الألوف، ثم المئات، ثم الآحاد، ثم العشرات. فهنا من أريد أحلل هذا العدد بالصورة التحليلية، هنا عندنا الآحاد واحد، هذا هنا عندنا الآحاد واحد، العشرات خمسة، وإحنا العشرات يعني شنو؟ نحسب عشرة عشرة، يعني عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون، فهنا خمسة معناته شنو العشرات؟ خمسون. زين، المئات، المئات شلون نحسبها؟ نحسبها مئة مئة، يعني مئة مئتان ثلاثمائة أربعمائة خمسمائة، هنا شنو عندي بالمئات؟ سبعة، إذا سبعمائة. زين، الألوف أحسب ألف، ألفان، ثلاثة آلاف، أربعة آلاف، خمسة آلاف، هنا نعد اثنين، إذن أقول هنا ألفان، فراح يصير ألفان وسبعمائة وواحد وخمسون اللي هو هذا العدد. زين، هسه راح نأخذ مثال. اكتب العدد ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانين بالأرقام. يعني هنا منطين اللفظ ويريد أنه نكتب العدد بالأرقام، يعني نكتبها بهذه الصيغة، نكتبها بهذه الصيغة بالأرقام. زين، هنا عندنا ثلاثة آلاف، هذه ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانين. ثلاثة آلاف يعني في مرتبة الألوف اللي هي ثلاثة آلاف. زين، وتسعمائة يعني في المئات تسعمائة، وثمانين هذه ثمانين بالعشرات. أنا ما عندي أحد لأن أحد صفر. ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانين، فشلون نكتبها؟ ثلاثة آلاف في آخر مرتبة اللي هي مرتبة الألوف، ثلاثة آلاف وتسعمائة، هذه تسعمائة في مرتبة المئات، ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانون، ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانون. كتبناه بالصورة الرقمية، هذا العدد بالأرقام. زين، هنا عندنا مثال ثاني. اكتب العدد سبعة آلاف ومئة وثلاثة وخمسون. لاحظوا هسا أنا من قريته منين بديت؟ بديت من الألوف، قلت سبعة آلاف ومئة وثلاثة وخمسون، يعني بديت من الألوف، بعدين المئات، بعدين الآحاد، وآخر شيء العشرات. سبعة آلاف ومئة وثلاثة وخمسون. زين، يقول اكتب هذا العدد بجدول القيمة المكانية. جدول القيمة المكانية شو نسوي؟ نفس هذه المراتب، نقول آحاد، عشرات، مئات، ألوف. زين، هسه أوزع هذا العدد اللي هو سبعة آلاف ومئة وثلاثة وخمسون، أوزعها بهاي الجدول. زين، أول مرتبة أعرفها الآحاد، وثاني مرتبة العشرات، وثالث مرتبة المئات، ورابع مرتبة هي الألوف. ثلاث الآحاد، خمسة عشرات، واحد مئات، وسبعة ألوف. فهنا وزعنا هذا العدد في جدول القيمة المكانية. زين، هسه راح نقرأ، راح نقرأ هذا العدد. نقول هنا سبعة آلاف، نبدأ من مرتبة الألوف، سبعة آلاف ومئة، مرتبة المئات، ومئة وثلاثة وخمسون. سبعة آلاف ومئة وثلاثة وخمسون. صار واضح؟ زين، هنا كذلك عندنا مثال. بلغ عدد الوافدين إلى معرض بغداد الدولي
5638 شخصا، اكتب عدد الوافدين بجدول القيم المكانية. شلون اكتبهم بجدول القيم المكانية؟ هنا هذه الآحاد، هذه العشرات، وهذه المئات، وهذه الألوف، فراح أوزعها، أسوي جدول أوزع المراتب آحاد عشرات مئات ألوف. هنا الآحاد ايش قد عندنا؟ 8، اكتب هنا 8. العشرات 3، اكتبها بالعشرات. الستة بالمئات، اكتبها هنا بالمئات. والخمسة بالألوف، اكتبها في حقل الألوف. هذا كتبت هذا العدد بجدول القيمة المكانية. صار واضح؟ زين. هسه راح ناخذ هنا عندنا أتأكد حل التمارين. اكتب العدد بالأرقام. 5714. 5000 يعني هذا وين؟ في مرتبة الألوف، هاي الخمسة في مرتبة الألوف، فقول 5700. هنا عندنا هذه السبعة في مرتبة المئات، وأربعة عشر هذه الأربعة عشر. 5714. الأربعة هي بالآحاد، والعشر يعني عشر عشرة، فراح تكون في مرتبة العشرات. صار واضح؟ زين. 9205. 9000 يعني تسعة اكتبها بالألوف. 9200 راح تكون بالمئات. 9205. هنا وخمس، هاي خمسة ما قلت 50، لا قلت وخمس. يعني شنو؟ يعني هاي الخمسة بالآحاد. زين العشرات لفظت عشرات؟ لا ما لفظت عشرات، إذا العشرات هنا صفر. العشرات صفر، لأن هنا ذكرت فقط 9205. هنا ما ذكرت عشرات، إذا العشرات هي صفر. صار واضح؟ زين. 6801. 6000 هذه 6000 في مرتبة الألوف، و800 هذه 800 بالمئات، وواحد هنا الواحد اكتبها بالآحاد. زين هنا لفظت عشرات؟ لا ما لفظت عشرات، إذا العشرات صفر. العشرات هنا صفر. ما قلت مثلا 41، 51، 61، لا ما لفظت عشرات، إذا العشرات هنا صفر. زين. هنا عندنا النقطة الرابعة. 3037. 3000 يعني ثلاثة في مرتبة الألوف، هاي 3000. وسبعة هنا السبعة شنو؟ سبعة آحاد، هذه السبعة. وثلاثون، الثلاثون عشرات. إذا هنا ما عندي مئات، فالمئات راح تكون صفر. ما عندي مئات، إذا المئات راح تكون صفر. يعني 3037. 3037. هنا أنا ما عندي مئات. هذه طريقة كتابة العدد بالأرقام. زين. هنا أنا اكتب العدد بجدول القيمة المكانية. هنا عندنا هذا العدد، شلون نقرأ؟ طبعا راح نقرأ 2751. أبدأ من مرتبة الألوف، بعدين المئات، بعدين الآحاد، وآخر شيء هي العشرات. 2751. هذه الواحد بالآحاد، فهنا أكتبها بالآحاد، وهاي الخمسة بالعشرات أكتبها بالعشرات، وهاي السبعة بالمئات أكتبها بالمئات، وهاي الاثنين بالألوف أكتبها بالألوف. هذا جدول القيمة المكانية. أسوي لي المراتب آحاد عشرات مئات، آحاد عشرات مئات ألوف، وأوزع الأرقام. زين. فراح يصير قراءة العدد 2751. 2751. هاي 2751. صار واضح؟ إن شاء الله يكون الشرح واضح ومفيد، وهذه المنزمة بها الشرح وحل التمارين. راح أكتب لكم بالوصف وكلاء دار الأعرجي اللي يحب يطلب هذه المنزمة. طبعاً منزمة مفيدة جداً، تفيد يعني كذلك أولياء الأمر حتى يوصلون الفكرة للتلميذ. وبالتوفيق إن شاء الله. مع السلامة.